مساء الخير على كل مشجعي مشجعات مهارات عظيمة. أهلا بحضراتكم في حلقة جديدة من حلقاتنا. النهاردة إن شاء الله هنشوف مهارات جديدة ووصفات يا رب تنول إعجاب حضراتكم. قبل ما أبدأ حلقتي النهاردة عايزة أبارك لقناة الأهلي اللي بتشرف بوجودي فيها بالفوز بجائزة أفضل قناة رياضية في مهرجان الفضائيات العربية 2022. كل التوفيق لقناة الأهلي وإن شاء الله تفضل رقم واحد، وكل التحية لكل إدارة والقائمين على قناة الأهلي. النهاردة بقى هنعمل محشي، بس هنعمل محشي يعني ايه متدلع شويه، مش المحشي بتاعنا طبعا، لسه هندخل على اجواء المحشي الحلوه بقى وهنعمل الجو يبرد شويه كده، وهنبدا بقى نعمل الكرنب ونعمل الاصناف الجميله اللي احنا متعودين عليها. النهارده هنعمل محشي لكن هنعمله على طريقه شويه مختلفه. الناس اللي بتسال على ان المحشي اللي هو يكون فلفل ملون او الفلفل الالوان ما بينفعش بخلطه المحشي بتاعنا، هو ما بينفعش لسه والله. حالا دلوقتي عاصم بيقول لي يا شيف احنا عملناه في البيت قبل كده وما طلعش المحشي طعمه زي اللي احنا متعودين عليه زي الفلفل الاخضر. قلت له لانه الفلفل الالوان في نسبه من الميه ونسبه من السكر مسكر، فما ينفعش يتحط له الخلطه بتاعتنا التقليديه، لان هتلاقي كان الغلاف بتاعه او القشره بتاعت الفلفل طعمها مستقل تماما عن الحشوه. لازم يتحط معاها حاجة تكسر أو تبقى حدة الطعم، تكسر شوية الإحساس بتاع نسبة السكر في الفلفل الألوان تحديدا. عشان كده احنا النهاردة هنعمله بطريقة لطيفة جميلة، وخلينا نقولها مع بعض ونشتغل فيه سوا بإذن الله. محشي الفلفل الألوان، أنا هستخدم هقول ربع كيلو لحمة، نص كيلو لحمة على حسب كمية المحشي. عندي عدد الفلفل اللي حضراتكم تفضلوه او تحبوه على عدد افراد الاسره، عندي بصلتين مفرومين، وعندي بقدونس. انا هستخدم فيه النهارده بقدونس، بس انا عامله حوالي حزمه كبيره بقدونس وفلفل مفروم ناعم جدا. عندي صلصه طماطم، وعندي دبس رمان وده الاهم في الموضوع، 3 معالق من دبس الرمان. عندي عصير ليمون، عندي توم باودر، وعندي ال7 بهارات، وعندي بابريكا وملح وفلفل. المرق بتاعه بيبقى ليه صوص كده بيستوي فيه، في بعض الدول بتقدمه جوه صوص، صوص يعني عامل زي مرق بس لونه احمر، بيقدموه فيه على السفره جوه الطبق كده، مش زينا احنا بناخده من الحله ننشله ونقدمه لوحده. فعباره عن 2 معالق زيت، 3 معالق من صلصه الطماطم، في عصير طماطم، ومعلقتين كمان من دبس الرمان، ومعلقتين من الخل الاحمر، وملح. شوفوا طعم بقى بتاع التوليفه دي مختلف تماما عن اللي احنا بنعمله، لكن طعمه جميل. اسمحوا لي الاول بقى اوريكم النهارده يعني ايه المج الجميل اللي عملوا لي فيه اليانسون. المج ده كان هديه من هدايا عيد ميلادي اللي بعتتها لي يعني انسانه جميله من متابعين برنامجي من زمان، ام جوزيف، خليني اشكرها. بصوا كاتبه لي ايه الصوره دي، خدتها كانت نازله على صفحتي حبيبة قلبي، وكتبت لي كل سنة وانتي طيبة، وكتبت لي هنا صورتي وانا في الأهلي. أنا مبسوطة لأن هي اختارت صور أنا حباها وبشكرها لأنها هدية أسعدتني بجد. المج أول ما أحط فيه حاجة سخنة تظهر الصور الجميلة دي، وببلغك إنه كمان عجب الكرو بتاعنا والبنات رانيا وندى وعجبهم جدا. فأنا تسلم إيديكي وشكرا جزيلا بجد حقيقي والله، محبتكم باينة. هوريكم بقى هدية ندى بكرة إن شاء الله لأنها برضو بعتز بيها قوي، لكن هدايا الناس الباقية بقى مش هعرف أطلعها لكم لأن هي حاجات راحت في البيت بقى فمش هينفع، لكن دول اللي هقدر أطلع بيهم بس على الهواء. اسمحوا لي بقى نبدأ نقول بسم الله ونطلع الإيه البولة كده ونبدأ نشتغل. أول حاجة في الوصفة بتاعة الحشو، الحشو هيبقى ني في ني. عارفين في طريقه كده في اصدقائنا بيحبوا ساعات يعملوا محشي الورق عنب في شويه من اللحمه المفرومه، فبيبقى لحمه مفروم ني مع نسبه قليله من الرز، مع تبقى جميله برده جدا وليه طعم الحقيقه رائع برده. خلينا كده نبدا مع حتتين لي ماشي، اصلا انا ما بحبش اللي فعشان كده ماشي. حاضر من عينينا يا فندم، انت تؤمر يا استاذ ابراهيم، احنا معانا النهارده من المخرجين المتميزين يعني استاذ ابراهيم، منورنا يا فندم. بصوا بقى شوية بقى ايه بصل حلوين، اللي طبعا المحشي بيحب البصل. انا هعمله ني في ني لمحبي انه يعمل المحشي ني في ني. هناخد طبعا شوية كده من الملح، بسم الله، والفلفل معلقة حلوة كده خلاص، وبعدين هاخد رشة من البهارات، ال7 بهارات. خليني الاول ابدا ايه اطعم كده البصلايه الاول، احاول اساعدها تنزل الميه. عايزه اقول لكم ان الاكله دي بيعملوها في تركيا،
يعني قصة حشو الفلفل الألوان دي مش في مصر يعني. المحشي عموما بيرجع لأصول تركية يعني. بصوا كده انتي صوتك يا لولا منخبش خالص، مش عارفة ايه السبب، انا مش سامعاكي حلو خالص. حاساه مش صافي. بصوا كده حبايبي، حط اللحمة مع البصل. بصوا ماشي يا شيم. بيقال ان طبعا الخضروات، الخضرة يعني بيقولوا عليها الدولمة، ما انا عارفة الدولمة دي او الفارما، بس احنا نعرف الدولمة اكتر. تخيلوا بقى كانوا بيعملوها ايام الفراعنه كمان، انا ما اعرفش كانوا بيعملوها ازاي، بس يعني في قصص تقال ان هم كانوا بيعملوه زمان، بيعملوه كان محشي كرنب. بصوا كده قولوا لي بس لما يبقى باقي تايم، قولوا لي قبلها عشان الحق ابقى ايه معاكم. ان ماشي حبايبي قولوا لي بس. بصوا بقى هاخد كده البقدونس، كميه بقدونس حلوه. اللي عايز يضيف مع الوصفه دي رز يضيف يا جماعه، مفيش مشكله خالص يعني، اللي يناسب حضراتكم. حلو، فاللي عايز يضيف رز يضيف. احنا فوائد الفلفل الالوان ده رائع. تعالوا بقى نحط الثوم، انا ما حطيتوش كده. عايز اقول لكم مهم جدا الفلفل ده، ادوه للولاد كتير كتير كتير، كلوه في السلطه كتير عشان هو مهم للانيميا، لانه بيقوي الجهاز العصبي جدا. عايز اقول لكم الناس اللي عندها انيميا وبيحمي من الزهايمر وبيساعد في الحرق، هو والفلفل الاخضر والاحمر والاصفر نفس الفوائد، بيحفز الغدة الدرقية، في نسبة فيتامين سي عالية، فخلوا بالكم مهم. وطعمه حلو مستصاغ في مضادات أكسدة، رائع رائع رائع. عايزة أقول لكم هو محارب قوي للسرطان، ويعني من الحاجات المفيدة. وحطوه في السلطة، قطعه للولاد وهم رايحين المدرسة في لانش بوكس، مرة خيارية مرة جزراية مرة فلفل ألوان، ادوهم خاص، ادوهم حاجات تساعدهم تبلع يعني، مش لازم يبقى كله اجبان للناس اللي بتحب الحاجات السريعه يعني. هنعمل طعميه هحط له فيها شويه خس وشويه جرجير، اديله حاجات فيها خضره جميله انا اللي عاملاها في البيت. بصوا بقى انا دلوقتي خلطت كل المقادير وحطيت باقي البهارات او السبع بهارات اللي كانوا عليا بعد ما وضعت اللحمه. معانا مدام منال، واحط دبس الرمان. بصوا بقى بسم الله معانا مدام منال، يا صباح الفل. ايه المعلومات الحلوه دي يا حبيبه قلبي، ربنا يخليكي. والمقات الحلوه حلوه على الصبح. ايه رايك في المج الجميل ده يا مدام منال؟ دي تحفه، تسلمي ايديها، وكل سنه وانت طيبه. وانت طيبه بصحه وعافيه حبيبتي. انا ونازل بكره بقى اشوف ايه تاني، انت كل يوم لازم تجيب لنا مفاجاه. الله يخليك يا حبيبه قلبي، تسلمي لي، ربنا يسعدك. انت طيبه ودايما كده ربنا يحبك. امين يا رب. تسلمي لي مدام منال، كل حلوه قوي المعلومات اللي انت قلتيها ديت. واحنا دلوقتي بقى في موسم السبانخ، وزي ما انت عارفه الولاد كلها ما بتحبش الحاجات التقليديه. ايوه صح. يعني انا بعملها بالطبيخ اللي هي بالصلصه، وعملتها مره بالحمص بس ما عجبتهمش خالص. لا احنا هنعملها لهم بقى، بصي في فطاير وحاجات محشيه جميله قوي، هياكلوها وهيتبسطوا منها، مش عارفوا ان دي سبانخ. فعلا عايزين ندخلها في حاجات كده يا شيف عظيم. من عينيا الاثنين، عينيا الاثنين. هي مليانه برضو طبعا نسبه حديد. حاضر. إيه لا انت ده انت ما شاء الله عليكي مدام منال، والله والله انت استاذه في كل ما شاء الله عليكي حبيبتي. تسلمي لي يا روح قلبي، حبيبه قلبي. الله يخليك مقدما يا قمر. امين يا رب. تسلمي لي حبيبتي، تسلمي لي. صباحك زي الفل. صباحك رضا من رب العالمين يا حبيبه قلبي. شكرا لحضرتك ولمداخلتك الجميله. طبعا انا نعمل السبانخ، وخلوا بالكم موسم البلح. عايزين اولا ان شاء الله انا هحاول في حلقه بكره، هو احنا كنا عاملين المنيو، بس انا هحاول ادخل فيها بسرعه الزيتون الكلاماتا نزل. عايزه اوري لحضراتكم طريقه عمله عشان اصدقائنا اللي سالوا، دي اول حاجه ان شاء الله نحاول ندخل وصفات السبانخ ونعمل حاجه للبلح، يعني الناس اللي عايزه مربة البلح تعملها من البلح الرملي، البلح الاصفر يعني، هنعملها مع بعض ان شاء الله. هحاول اشوف مع ندى دلوقتي صرفه، ممكن ندى دلوقتي تكون يا حبيبه قلبي ايه يعني منهاره في الاستوديو. منهاره. عايزه اقول لكم في طريقه للبلح لو نقعناه مع زيت الزيتون، الناس اللي بتشتكي من الغضروف وهشاشه العظام، تخيلوا زي بالظبط التين، لو كل يوم نقعنا من بالليل التين او البلح
وكلناه الصبح مع زيت الزيتونه دي اللي اتنقعت فيها. عايزه اقول لكم رائع، عامل زي الكوارع بيملى الغضاريف كده، تخيلوا. مهم جدا. وعارفين كمان الناس اللي قدر الله كانت عامله عمليات وعامله مسامير وعامله حاجات كده، قال لي الدكتور حب الرشاد. حب الرشاد هو لزج شويه كتير، وفي ناس ما بتحبوش، بس انا هقول لكم حاجه، اللي بيحسوا ماده لزجه ومش حابب ان هو ياخده كماده لزجه، انا حطيت شويه زيت معلش هنا عشان انا بجهز دلوقتي ارضيه للمحشي. ممكن تطحنوه بودره وحطوه على مثلا برطمان صغير عسل ابيض، خلاص، وقلبوه وخدوا منه معلقه للناس اللي دي. عايزه اقول لكم الدكتور بتاع العظام لما عمل الاشعه لناس اصدقاء لينا عاملين يعني بعد الشر عنهم يا رب وربنا يشفي كل مريض، عمليات وفيها مسامير وحاجات، ساعد في التحام العظم بشكل قوي. حتى سال قال دي يعني نتيجه غريبه، وازاي ده حصل؟ قالت له انا باخد كذا، قال لها استمري عليه. فهي كانت بتاخد منه تقريبا معلقه هذه السيدة، وبصوا بقى معلقة دبس رمان، فهو برضو من الحاجات المفيدة، ولكن بنسبة، لأن كل شيء لما بيزيد عن حده حتى لو كان مفيد فهو بينقلب إلى ضده. أنا حطيت هنا معلقة دبس رمان، حطيت شرايح بصل، شريحة طماطم، معلقتين زيت زيتون، خلاص الكلام. تعالوا بقى نبدأ نرص وحدات المحشي، وناخد معانا أم جوزيف. حبيبتي صباح الفل. العسل عليك يا شوف عظيمه، ازيك؟ عامله ايه يا حبيبه قلبي؟ الحمد لله، تسلم ايديك، انت منوره القناه النهارده الجميله دي، ربنا يخليكم يا رب. الله يسعد قلبك. انا بشكر قناه الاهل طبعا، وبشكرك شايفه المجد جميل ازاي، انت منوره فيه. الله يسعدك، تسلم ايدك وعينك، بشرب ينسون اهو. قلبي ربنا يخليكي يا عمرو، دي حاجه مش قيمتك والله يا شوف عظيمه. ازاي؟ ده كفايه ان انت بعتها لي مخصوص من الصعيد وعملتيه وتعبتي فيه والله. على فكره يا عمر، الهديه في حاجه مش قيمتك بامانه. لا ما تقوليش كده، الهديه على فكره بالنسبه لي في قيمه الانسان ومحبته، ما ببصش هي ايه، هو كفايه انه فكر وتعب وحاول انه يوصلها لي، فتسلم ايديك. ربنا ما يحرمني منك يا رب. حبيبتي ولا منك يا رب، تسلمي لي. بص بقى، انا عندي اخت عندها 70 سنه وعندها انيميا فعلا جامده خالص، يعني اقدم لها وصفات حلوه زي السبانخ كده، بس شوف تدخلها في ايه تاني. حاضر، من احنا اللي نعرفه بنطبخها بس على لحمه الراس، لو جبنا لحمه راس بنطبخ السبانخ عليها. فهماكي، حاضر. كده ما بنعرفش، فشوفي لي كده وصفه ثانيه يا رب تخليكي. من عينيا، من عينيا يا مجدي. بص بقى، البطاطا طبعا الموسم بتاعها في الشتاء حلوه. طبعا. عاملين برضه كام وصفه للبطاطا. هنعمل لكم ان شاء الله الاسبوع اللي جاي في صينية البطاطا في الفرن، هنعملها حبيبه قلبي بفضل الله. الله يخليك، تسلمي يا ام جوزيف، ما تحرمش حبيبتي، اتفضلي يا روح قلبي. لا هنعمل ان شاء الله البايركس بتاع البطاطا ده اللي في الفرن. عايزه اقول لكم البطاطا من الحاجات الجميله جدا، الناس اللي مش بتحب القرع بتعمل مكانه البطاطا على طول. طيب انا هنا بصوا برص كده، بس انا ايه، خليني الاول اظبط كام واحده جنب بعض، نعمل لهم قاعده ونحشي. طبعا عايزين تحطوا شويه رز مع الخليط ده، مفيش مشكله، مش عايزين زي ما حضراتكم تحبوا، دي حاجه ترجع لكم. انا بس بفتح شويه شويه، شيل كده من اللي جوه، ودي الفكره اللي انا ايه بقولها لحضراتكم، ان الفلفل ده طعمه مسكر، بس هو بقى لما بيستوي تقدروا تدخلوه الفرن كمان لو عايزين. دوله رشه من الزيت مثلا كده، الزيتون من فوق بقى، ونعمل له قاعده حلوه وندخله في بايركس بالشكل اللي حضراتكم شفتوه ده. بننظف كده من بره، لازم تفضل المحشيه كده نظيفه، وهنشيل بقى الحته اللي هي فيها البذور دي. بصوا دي كانت فلفلايه طالعه كده جميله جنبه، البذور دي بتدي طعمه برده، بس ما بنحبهاش بكتره يعني. خلاص، وهنقفل كده وهناخد المحشي. انا عايزاكم تشوفوا حل بعد اذنكم، شوفوا حل في الوغوشه اللي في الصوت، لانه بجد انا مش سامعاكم حقيقي والله، بتقولوا لي حاجه انا مش سامعه، وغوشه قويه وكان الصوت بكلم البرادعي في التليفون. حبايبي كده ايه، ما تقربيش، ارجعي كده سنه، كلمي، ايوه كده، بس انتوا كنتوا بلعين المايك تقريبا ولا ايه؟ طيب كده، عايزه اوجه رساله لاي مكان واي ريستورانت واي محل
بيدخلوا اي عمل بسيط عشان بس القصه اللي كانت حاصله على العامل بتاع النظافه اللي حرام دخل ياكل كشري في احد الاماكن اللي المفترض ان المفروض المكان ده اول ناس. عايزه اقول لكم بقى بره مصر بيتعاملوا ازاي في الموضوع ده. يعني كان في هقول لكم اسم المكان ده بكره، لان انا عارفه القصه دي من ريستورانت مشهور جدا ليه فروع كتيره جدا جدا بره مصر في اعتقد امريكا، والراجل ده مليونير وعامل فروع لمطعمه كتير جدا، وكان لما بيحب يعمل اختبار للعاملين في المكان او في احد الفروع بتاعته كان بيلبس لبس وعامل يعني بيشيل قمامه وبيروح علشان يشوف هيتعاملوا ازاي معاه جوه المكان او جوه الريستورانت ده. فكان بيروح بعض راح مكان احد الفروع اللي هو كان شايف انه يعني الناس الستاف اللي فيها ناس بروفيشنال جدا وناس محترمه جدا، يعني اتعامل معامله سيئه جدا من كل اللي موجودين جوه ما عدا شخص واحد بس جابه وقعده في ترابيزه وجاب له الاكل لحد عنده وقدمه له وعمل معاه صح وبعدين مشي. تاني يوم راح باعت طرد لكل الناس العاملين في هذا الفرع ما عدا هذا الرجل اللي اترقى ومسكه تقريبا انه يبقى المدير على كل الفروع الموجوده عنده بشكل، لانه كشف عن هويته وهو كان لابس ومتنكر يشوف الناس دي هتتعامل ازاي. فتخيلوا شوفوا الناس بره بتفكر ازاي عشان ترتقي، لانه المعاملات والاخلاق دي ملهاش علاقه ابدا انت بشغال فين. انت لو كنت راجل مدير في مكان ما انت تعرف ازاي تتعامل مع الكيس اللي زي دي بالعكس، وده ما يقللش من شانك بالعكس، ده يعني المعاملات الانسانيه قديم المعامله، مفيش حاجة أكتر من كده تتقال الحقيقة. فاللي حصل معاهم يستحقوه، وأي حد هيقلل من شأن أي حد إنسان بسيط، يعني لو كنت أنا موجودة في المكان ده أكيد كان هيبقى فيه رد فعل سيء جدا عليهم حقيقي بجد، كانت الدنيا هتتقلب أكتر من كده. لكن شكر للناس كلها اللي أخدت موقف والفنانين اللي حاولوا يعني يوصلوا رسالة بطريقتهم وعلى فكرهم، شكرا جزيلا لاحترام هذا الرجل البسيط. تعالوا بقى بصوا كده انا عملت هنا شويه، هنعمل ايه بقى؟ هناخد كده الكسرول دي هحطها هنا، وهاخد معايا بسم الله الرحمن الرحيم شويه من الصوص ده، صلصه الطماطم دي، دقيقه بس مش دي الدقيقه، دي كسرول لان ليها يد طويله، الدقيقه هي الحله الصغنونه اللي بتبقى زمان كنا ايه عارفين دقيقه محشي، حاجه كده صغنونه تتعمل على القد كده طبق على السفره كده. لا ده انا مركزه معاك قوي يا استاذ ابراهيم خلي بالك. انا من الجيل القديم خلي بالك. افندم شيء شاء ميه، ايوه طبعا انا كنت بقول كده والله، احط لها شيء شاء ميه. يعني حاجه بسيطه كده. بصوا بقى هناخد كده لان الصوص ده بقى بيبقى ليه طعم جميل قوي، وطبعا احنا حطينا في القاعده ايه ما تنسوش حضراتكم، حطيت في قاعده الحله شرايح من البصل من الطماطم وحطيت دبس الرمان ومعلقتين من زيت الزيتون. حلو، هاخد هنا معلقه واحده صغيره من الخل الاحمر، لو مش موجود حطوا خل ابيض. حطيت رشه ملح وفلفل عصير طماطم وشويه مرق، المرق اللي احنا من ايه بنعمل بيه عادي جدا، عندكم مرق دجاج باقي، مرق خضار، مرق لحم، اللي يريح حضراتكم اللي متواجد عندكم في البيت. هنصب شويه كده وهخليهم يغلوا غلوه ومش كتير، انا مش حامله، عايزين بقى تطلعوا المحشي ده يبقى مظبوط يعني ما يبقاش مهري. ما تقوعوا ابدا تملوا الحله ميه زي ما بنعمل مثلا في الورق عنب، الورق عنب لازم يبقى المحشي الميه واصله يعني لسطحه ما يبقاش اعلى منه، لازم يبقى في مستوى المحشي، ولازم نحط طبق يضغط عشان الورق ما يفتحش ويبقى فيه تقل فوق. طيب المحشي الكرنب نفس القصه، لكن الفلفل او الدولمه اللي احنا بنعمله لازم يكون المرق تلت بس. طيب انا دلوقتي بقلب اهو، حطيت انا ملح وفلفل وحطينا مرق ودي معلقتين صلصه وشويه عصير طماطم. سامعاكم حبايب قلبي. وهنبدا دلوقتي ناخد كده بسم الله، هنسقي هنا شويه بسم الله الرحمن الرحيم كده، بتتحط جوه كده، هوريكم الميه لحد فين اهي، شايفين ازاي اهي، اكتر من كده انا مش ايه مش هضيف للمحشي، بس كده تمام خلاص. وهبدا بقى اخده بسم الله على النار كده، وهاخد الغطا بتاعه، اول ما تبدا تغلي
هروح مهدية النار وكأني بعمل إيه؟ بعمل رز. تاخد ويدي فيفضل محتفظ بالقوام بتاع الفلفلايه وغلافها جميل، لكن هيستوي كل البخار اللي موجود جوه الحله من الغلي بتاع المعيار اللي احنا حطيناه هيسوي الفلفلايه من فوق وهتبقى جميله، ولما ناكلها ما نحسش ان الجلده بتاعتها تخينه وبتضيقنا. هيطلع زي ما حضراتكم شايفينه قدامكم هناك اهو. ان شاء الله تبقى الوصفه جميله ولطيفه. انا كده حشيته باللحم المفروم وشويه البهارات اللي عندي، حضراتكم تقدروا بقى تحشوه. عايزين تزودوا شويه رز ونسبه رز منه مفيش مشكله خالص. بصوا بيطلع جميل ومستوي وبرده هتستمتعوا بطعمه. اللي مش عارف يحشيه من فوق ممكن تفتحوه من النص اتنين ويتعمل زي القوارب، بيبقى جميل جدا ولطيف برده، فاللي يريح حضراتكم. فاسمحوا لنا بقى، احنا دلوقتي خلصنا الوصفه بتاعه المحشي وعملنا الصوص بتاعها، وقلنا ان الفلفل الالوان تحديدا لازم نحط معاه شويه من دبس الرمان، حاجه كده فيها حده شويه تظبط الطعم المسكر اللي في الفلفل. وهنستسمحكم نطلع استراحه، نرجع بعد الاستراحه نعمل وصفه جميله كده جنب المحشي ده، مشويه في الفرن وسهله، مستنيه حضراتكم. ورجعنا لحضراتكم مره ثانيه بعد الفاصل. وقبل ما نبدا الوصفه بتاعتنا اللي هنعملها دلوقتي، اسمحوا لنا نقول لزميلنا احمد رشاد، نقول له كل سنه وانت طيب يا رشاد، عقبال مليون سنه يا رب، وان شاء الله السنه الجايه نشوفك بقى، يعني ربنا يكرمك كده وتتجوز يبقى عندك اولاد، ومش نشوفك دايما كده على طول خارج لوحدك. كل سنه وانت طيب. ناخد بقى كده ايه بايركس جميل، وهبدا اجهز هنا وصفه جميله سريعه. بصوا بصه كده على المحشي اهو بيغلي، يعني هياخد له ربع ساعه ولا حاجه على حسب طبعا درجه الحراره، بس كده تمام يعني ياخد غلوته. هننزل مقادير بقى وصفه لطيفه جدا، هي كفته الدجاج المشويه، وطبعا انا هستخدم الليه يا استاذ ابراهيم عشان حضرتك ذكرت الليه، فاحنا عاملين ليه مفرومه الحمد لله. شوفوا الجمال، تسلم ايدك. شفتوها؟ تمام. طيب دلوقتي بقى هنزل مقادير كفتة الدجاج. أنا عندي كيلو صدور دجاج، اللي عايز يعمل ميكس بين الوراك والصدور مفيش مشكلة. طيب عندي معلقتين كبار من البقدونس المفروم، عندي معلقتين ليا كبار مفرومين ناعم، عندي طفل بصلة، وطبعا مية البصل مش هرميها عشان هي اللي هصبع بيها أو هبصم بيها على الكفتة. معلقة صغيرة بيكنج باودر، معلقتين كبار من الدقيق، دقيق أبيض أو دقيق شوفان اللي موجود. عندي السبع بهارات، عندي بهارات كفتة معلقة كبيرة. خلاص نسبة البهارات اللي بتبقى موجودة في السبع بهارات بتبقى في أنواع بهارات تانية موجودة في الكفتة مش موجودة في السبع بهارات، فاحنا بندعم بيها للي يحب. توم باودر، بابريكا وملح وفلفل، مية للتصبيع اللي هي مية البصل يعني، أسياخ خشب. الصوص اللي هندهن بيه، في ناس بتحب تحط مع مية البصل ده معلقة صلصة فتدي لون، ورشة سكر تدي لون للفراخ وهي في الفرن، وطبعا رشة ملح وفلفل ومعلقتين زيت زيتون. تعالوا نشوف كده هنبدأ ازاي. بسم الله الرحمن الرحيم. احنا فرمنا الفراخ مفرومة ناعم، وايه بما انها تبقى مشوية احنا كده اخدنا، بصوا مية البصل اهي، عشان انزل مية البصل دي لازم ارش رشة ملح على البصل نفسه واسيبه شوية، اسيبه شوية ده كده التفل صافي، بس اسيبها شوية علشان ايه تنزل الميه بتاعتها ربع ساعه كده، وبعدين ابدا اخد الايه التفل ده البصل ده اخده اعصره كده كده اهو، شايفين حضراتكم، فينزل الميه بتاعت البصل اللي حضراتكم شايفينها دي، هو ده التفل اللي انا عايزاه، مش عايز يبقى فيه ميه. طبعا مش هاخد كميه كبيره اهو، شايفين ازاي كده زي ما حضراتكم شايفين. طيب يلا بينا نرد عليها. ام اسماء اهلا بيكي يا ام اسماء، انت اتصلتي بينا وسالتي سؤال دلوقتي حالا عن المحشي. اولا البتنجان الابيض لازم تنقيه يكون طازه وبيلمع، اهم حاجه لو مش عايزين البتنجان ده يدبل ويبقى الوانه وحشه ويبقى بيكشكش ويحصل له المشاكل الكتيره دي، لازم البتنجان يكون طازه لسه نازل بتغذيه بيلمع، تحطي ضفرك تعمل التك دي، دي اول حاجه. ثانيا انا ما بدحرجوش يا ام اسلام، لما تيجي تفضيه من فضلك اعمليه وهو زي ما هو، ما تدحرجيهوش على الرخامه، خديه على طول كده بالمقوار وطلعي اللي فيه وابدأي على طول اشتغلي على طول فيه، احشيه
وحطيه، يقدر يعيش معاكي لتاني يوم لو انت عملتيه النهارده بالليل وهتعمليه بكره، يقعد معاكي للتلاجه لتاني يوم ويطلع سليم والواحده بوحدتها ومش هيكشكش ومش هيسود ومش هيحصل له اي حاجه. خلاص بس اشتغلي فيه على طول، دي الحاجه الوحيده اللي ممكن تخليه بيكشكش، قصه ان احنا ندحرج علشان نعرف ازاي نقور. طيب طيب انا دلوقتي بقى هبدا اعمل ايه؟ هاخد كده بوله كبيره، اسمحوا لي اخلط فيها. بسم الله الرحمن الرحيم. كمية كده من الفراخ كده، هاخد عليها شوية من اللية كطعم، حبة كده اهو، شايفين ازاي؟ حبة صغيرين مش كتير، تدي بس تيست وطعم. خلاص. وبعدين هاخد التوم الباودر، البهارات بقى بتاعتي كلها، ماشي الكلام، والبابريكا وكل الحاجات اللي احنا عايزين نحطها، واهم حاجه التوابل بتاعت الكفته، ماشي الكلام، رشه البيكنج باودر اللي قلنا عليها، خلي دول كده في جنب كده، البقدونس هناخد رشه الملح والفلفل، وهاخد الفلفل وهحط رشتين او معلقتين كبار من الدقيق وهقلب كده تقليبه حلوه علشان الفراخ، اقدر اعمل ده كله في الكبه لو حضراتكم عايزين، انا بس طبعا اضطريت هنا ان انا افرم الفراخ تبقى جاهزه عشان ما تاخدش معايا وقت مع حضراتكم. معانا جوجو، يا اهلا وسهلا. السلام عليكم. اهلا يا زوزو. ازيك يا حبيبي؟ الحمد لله يا روح قلبي، اهلا وسهلا. وحشاني والله يا عزيزي. الله يسعد قلبك يا رب يا حبيبتي. تسلم ايدك والله، ربنا تسلمي. يصلح حالك. امين يا رب. وحالكم جميله والله يا عزيزي. يا حبيبتي ربنا يخليكي ليا يا رب وما تحرم منك حاجه كبيره قوي يا حبيبتي. الله يسعد قلبك يا رب. تسلم يا رب. تسلمي لي. عايزه اعمل لانشون بالفراخ. ماشي. ايه رايك؟ طبعا يبقى قمر من ايديك الحلوين. عايزه اعمله في البيت عشان الولاد. طيب انا هنزل لك طريقته دلوقتي وهقول لك احنا عملناه، ويا ريت لو حبيتي تدخلي على اليوتيوب تشوفي الطريقه ادخلي وشوفيها. اوكي. ماشي. وهنزل لك حالا مقاديره برده من عيني الاثنين. ربنا يصلح ما بين ايديك. امين يا رب. احنا وانتوا يا حبيبه قلبي. حبيبتي تسلمي يا زوز. جميله. الله يسعد قلبك يا رب. تسلميلي تسلمي. عايزاها بفراخ زوزو؟ عايزاها بفراخ يا نودي؟ عايزاها بفراخ. بصوا انا باخد بس كده من ميه البصل، بصوا كده، المفروض بقى اسقع الخليط ده شويه. بصوا بقى ميه البصل دي هحط كده رشه سكر، رشه ملح، رشه فلفل، وهدي معلقه صلصه، واسمحوا لي انا هقلع الجلافز ده عشان البس واحد نظيف اعرف اشكل بيه وانا مستريحه. بسم الله الرحمن الرحيم. هنشيل بقى دول. خلاص حطينا رشه من بيكنج باودر زي ما عملنا فاكرين في كفته اللحمه قبل كده وظبطت وكانت جميله، وكانت كلمتنا مين؟ نهى من قطر ولا كانت مين يا ندى اللي قالت لنا بتعمل كده والطريقه دي عجبتها كده؟ بسيطه بس للون. خلاص هعمل كده. حد كان عجبه الطريقه اللي هي بتاعه البيكنج باودر اللي حطيناها مع الكفته، كفته اللحمه وقت ما عملناها. بصوا كده ميه البصل. في ناس بقى بدل الصلصه دي بتروح بشره طماطميه، الاثنين ينفعوا يبقوا روعه. خلاص مش فاكره هنودي. ماشي هنقلب بقى ندوب بالسكر وكده. هاخد بقى هنا طفل البصلايه دي حبه صغيرين نن على الخليط اخر حاجه. خلاص بعد ما عصرته كويس وتمام، اللي عايز يحط بصل باودر ماشي، انا ما بكترش نسبه البصل على فكره. طيب اتفضلوا حبايب قلبي. معانا استاذ خالد، يا اهلا وسهلا استاذ خالد. اتفضلي. عايز يعرف المكرونه بالبشاميل؟ طب ممكن ننزل الطريقة وأنا أقول لحضرتك حالا نعملها إزاي. أول المكرونة لازم نسلقها، هتاخد حوالي 8 دقايق لـ 9 دقايق مكرونة القلم،
وهنعمل كمان ما بننزلهاش مستويه 100%، يعني مش عشان هي مكرونه بالبشاميل فهنخليها معجنه، لا احنا عايزينها تستوي زي ما قلت لحضرتك بالشكل اللي انا بقوله لك ده. طيب هنصفيها، طبعا بيتحط معاها رشه ملح وشويه زيت وده بيبقى افضل ايا كان نوع المكرونه اللي حضرتك هتستخدمه. وبعدين بنبدا، شايفين ازاي اهي، وبعدين هنبدا نجهز اول حاجه البشاميل. البشاميل عندي لتر من اللبن، لو حضرتك هتستخدم كيس واحد من اكياس المكرونه اللي هو 350 جرام و360 جرام. حلو الكلام، ليه؟ علشان اللتر عليه بيبقى مظبوط جدا. لتر لبن، عايز تزود او تدعم بكوبايه من الكريمه ماشي. انا هاخد 3 معالق دقيق على 3 معالق زبده او سمنه، والزبده زي السمنه وقدها بالظبط. هشوحهم مع بعض على النار، وبعدين هبدا انزل بلتر اللبن واقلب كويس جدا جدا، اقدر ادعم بيه شويه من الكريمه، كوبايه كريمه واحده بس، رشه ملح وفلفل جوز الطيب ورشه من السبع بهارات. خلاص قلبت الخليط بتاعي ده لحد ما بدأ يتجانس، هتلاقيه خفيف شوية حضرتك ما تقلقش، هتجربه بظهر المعلقة تشوف كده ظهر المعلقة حضرتك بصباعك بالنص، لقيت الطرفين ما جوش على بعض يبقى هو مظبوط، ان اول ما هسيبه شوية يهدى هيتقل. خلاص طيب هناخد بقى نعمل العصاج، بصلاية مفرومة مع اللحمة المفرومة، و خلينا ايه نكمل الاول العصاج. ناخد بصلايه وطبعا اللحمه نص كيلو مثلا من اللحمه او مثلا 300 جرام كافيين جدا، وحضرتك هتبدا ايه تشوحها على النار معاها بقى رشه الملح والفلفل والسبع بهارات، مش محتاجين يعني ايه حاجه من البهارات مع اللحمه، ممكن رشه خفيفه قوي من جوز الطيب ورشه قرفه اذا حابب، مش حابب خلاص لحد ما اللحمه تتعصج. في ناس بتحب العصاج زي ما انا قلت لحضرتك، في ناس بتحب تضيف له طماطم او معلقه صلصه تدي له لون، بس اللي حضرتك تفضله اعمله. وهنبدا ناخد المكرونه، هنخلط بجزء نص بس من كميه البشاميل مع المكرونه كلها ونسيب نص لوحده. المكرونه هنقسمها نصين، هناخد بايركس ندهن فيه مسحه زيت زيتون او زيت نباتي او سمنه، ورشه من البقسماط، بقسماط عشان ما تلزقش مني المكرونه في قاع الايه، بقسماط كده كاننا بنعفرها خفيف وننفضها. وبعدين تحط نص كميه المكرونه تحت، النص الاكتر هو اللي بيبقى ناحيه تحت، النص الاخف شويه بيبقى فوق عشان نكمل بالبشاميل فتبقى كريمي مع حضرتك. تمام، وبعدين هنحط العصاج في النص، وبعدين نكمل بالمكرونه اللي باقيه ونحط العصاج البشاميل اللي باقي. البشاميل اللي باقي بس اكسر فيه بيضايه واحده وحط عليها رشه ملح وفلفل، اضربها بره الاول ونزلها على خفيف على البشاميل واخلطهم مع بعض، وان شاء الله يعني تنول اعجاب حضرتك، هيبقى طعمها جميل باذن الله. معانا محمد، اهلا وسهلا. مساء الخير يا شيف عظيم. اهلا، مساء الخير على حضرتك، اهلا وسهلا. ازاي حضرتك، عامله ايه؟ بخير يا فندم الحمد لله. انا عندي 10 افراد يا فندم وعندي خروف 10 كيلو، اعمل ازاي في البيت يا فندم؟ هقول لك حالا دلوقتي، حالا. عينيا يا استاذ محمد. بص احلى حاجه للضاني الثوم، الروزماري، الدبس الرمان، السبع بهارات، البصل والثوم، هنعمل كل دول وهنضربهم في الكبه، لازم يتغرز فيه فصوص ثوم، لازم حضرتك تيجي من ناحيه جنب العظم كده تمسك الخروف من الناحيه دي تغرز كده جنب حوالي 8 ل 10 فصوص من الناحيتين، 5 و5، خلاص؟ ومع كل غرزه فيهم بالشوك بالسن السكينه هنحط الروزماري، روزماري فريش لانه بيبقى ليه طعم جميل مع الضاني، هو مش محتاج حاجه، هو كفايه طعم اللحم. هنضرب بقى البصل والثوم وشويه السبع بهارات بتوعنا والملح والفلفل، واللي عايز يضيف معاهم شويه من دبس الرمان او طماطمتين مبشورتين مفيش مشكله في الكبه، وينزل يتصب الخليط ده جوه وبطنه وفي الجنبين ويتغلف بالورق الزبده وبعدين فوق الفويل ويدخل الفرن، ياخد الوقت بتاعه مع حضرتك، لازم الفرن يكون سخن قوي، ماشي الكلام، وتتابعه يتقلب على الناحيه الثانيه او يتقلب، ان شاء الله هيطلع روعه مع حضرتك، وكلمني قول لي طلع معاك عامل ازاي. دي احلى تتبيله للخرفان، لان الضاني ليه طعم مستقل بذاته، احنا مش عايزين نضغط عليه بالتوابل والايه والحاجات. بصوا لما ببصم بقى بالبصل بيبقى عامل ازاي. كفته دي من الحاجات الجميله قوي، عندكم جريل ماشي عندكم، بس مسكوها شويه يعني، خلوها ايه تتماسك بس الخليط بتاعها عشان تبقى ساقعه. وانا مسخنه الفرن عندي هنا، لازم اقفل من فوق هنا اضم الاول ومن تحت برضو نقفل كده،
اهي الكفته دي برضو بتبقى جميله ساعات في العزومات، والله بتبقى جميله جدا من الاصناف الحلوه المحببه. يعني لازم يبقى في اصناف لحم واصناف فيها فراخ للناس الضيوف اللي موجوده، في ناس بتحب اللحمه في ناس بتحب الفراخ، فالواحد لما بيحط في اعتباره ده الستيك ده ضعيف، بيبقى افضل ان احنا نحط في اعتبارنا ان يبقى فيه لمحب اللحم والفراخ. يعني لازم يبقى فيه صنف كده وصنف كده، ماشي الكلام. خروف ده تحته شويه رز بقى برياني يا استاذ محمد بالمكسرات، الدنيا هتبقى جميله جدا، مش محتاج حاجه معاه والله خالص. انا عايزه بس ايه اسحب دي كده، هي ناشفه عليا على ايدي بس، مش هنزل دي بس كده، خليني اجيب لها احسن بايركسيه تانية معلش عشان ما ازنقهاش هنا اهي. بسم الله. بس دي هتتقسم برضو كده. وخلوا بالكم بصوا اسياخ الشيش طاووق، بصوا في منها عامل ازاي في منها عامل ازاي عشان انتوا بتشتروا، في منها تخين ازاي، وبعدين لو هتشوها على فحم انقعوا الاسياخ دي الخشب في ميه لمده ساعه عشان ما تتحرقش على النار بسهوله. خلاص في منها رفيع ازاي وفي منها تخين، جيبوا التخين ده هو نفس السعر والله، بس ما اعرفش هو شركات بقى ولا ايه. اهو شايفين معانا دينا، يا اهلا وسهلا. ازي حضرتك يا شيخه؟ اهلا بيكي حبيبه قلبي، اهلا وسهلا. بتوحشينا والله بجد، يعني نفسنا البرنامج يبقى اليوم كله والله. يا رب يسعد قلبك يا حبيبه قلبي، ده شرف ليا والله. وزينه بعتلك بوسه كبيره، ونفسها تغيب يوم بس عشان تكلمك. لا يا روح قلبي انا مش عايزاها تغيب يوم، انا عايزاها تبقى متفوقه، بوسيها لي كتير والله، كفايه تواصلك معايا وهي بتتواصل معايا على الواتساب، انا مبسوطه بيها يا حبيبتي. هي بتحب حضرتك جدا والله، ويعني معزتك في قلوبنا كبيره قوي. يا رب يسعدك يا دندونه يا جميله، وربنا يبارك لك فيها يا نور عيني يا رب، هي واخوها باذن الله. يا بنتي تسلمي، وبتقول لك الكفته تحفه بقى، يعني هي ريحه باينه من هنا على فكره، احنا شميناها من البيت. يا نهار ابيض، انا باكل بكل جوارحي دلوقتي، بس انا ما باكلش ليا، فانا هسيبها لكم تاكلوها. لا انا بصي انا من دلوقتي نفسي ادوقها والله. يا حبيبتي تسلمي يا عمري، تسلمي يا حبيبه قلبي، كلك ذوق. انا حضرتك هي سلطه الجرجير بالرمان، ممكن اضيف عليها اي مكسرات؟ تعالي من عين جمل. عين جمل، عين جمل، عين جمل هيبقى روعه وجميل. تمام خلاص هجربها ونبعتها لحضرتك في التطبيقات بتاعتنا بس كده. يلا وانا عارضها لكم على الشاشه بتاعت الاهلي. يلا حبيبتي احلى مسا على الله يخليك، الله يبارك فيك يا روح قلبي، الله يبارك فيك يا عمري. تسلمي يا حبيبه عمري، في حفظ الله يا حبيبتي. بصوا بقى انا خلاص قفلت اهو الكفته بتاعتي، وتعالوا بقى ندخلها الفرن، مش هتاخد كتير وقت معانا. ونبص برده على المحشي ان شاء الله ونقدمه مع بعض. هدي بس هنا رشه زيت زيتون خفيفه قوي كده، هي فيها ليا فاحنا مش محتاجين يعني نسبه دهون كتير. خلاص تعالوا بقى ندخل الفرن. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله، طبعا شغاله الشوايه في نفس التوقيت، خلوا بالكم فوق وتحت ماشي اهي. مش عارفه التاني هيجي جنبه ولا لا، ممكن يجي اعتقد عشان هو صغير. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله. طيب هو ايه هيجي متشعلق بس شغال، هيشتغل برده اهو. خلاص هنسيبهم بقى، انا معليه النار على 220 وشغال فوق وتحت، هنقفل وهنسيبهم شويه. بص بصه اخيره على المحشي، خلاص هرفع خلص. تمام بصوا بقى المحشي، ما تنسوش ان هو في التسويه دي، اوريكم بالسكينه، السكينه الرفيعه فين يا محمد؟ نشيلني دايما يا محمد والله. يا ابو حميد مش سايب لي حاجه الولد ده، مش سايب لي حالي. بصوا خلاص، بصوا المحشي استوى، استوى اهو استوى. انا مش عايزه بقى المسه لان انا هسيبه هنا يهدى شويه. يا سلام بقى لو انتوا حاطين كمان شويه لوز، بصوا اللحمه المفرومه بس هدخلها جوه، لو انتوا حاطين شويه لوز صنوبر، عارفين بيتباع كمان في عند العطارين، بيبقى لوز رفيع قوي متكسر بيسموه لوز صنوبر، بديل للصنوبر، حطيتوه في الحشوه بيبقى جميل، عشان هي هتفضل سخنه لما هسيبها في الصوص ده هتفضل تسويه ليه، فانا مش عايزه اسويها 100% واسيبها في الصوص فتتهري، اجي امسكها الاقي الجلده بتقع مني، انا مش عايزه كده.
خلاص انا بقى هستسمح حضراتكم عقبال ما ارتب الدنيا اللي حواليا دي وننظف المكان. هنستسمحكم في استراحه بسيطه، نبدا نقدم طبق تاني من المحشي ونشوف الكفته اخبارها ايه. بنعمل صنف حلو جميل يحبوه الولاد، هو بتاع الشتاء. تعالوا كده نشوف هو ايه بعد الاستراحه، في انتظار حضراتكم. رجعنا لحضراتكم بعد الاستراحه وقدمنا المحشي، بس انا حطيت شويه من الصوص بقى صراحه، يعني انا بحبه بالصوص ده بالذات الفلفل الالوان. بصوا بقى كده مخرجنا هيجيبه، ونبص بصه كده على الفراخ برده بعد شويه. يا سلام، الله الله، انا سايباكم براحتكم، مش كله في وقت واحد. براحتكم، على راحتكم خالص، خدوا وقتكم. المحشي بصراحه جميل، ريحته حلوه قوي، و وطبعا الكفته بقى بدات تتشمع اهي، بصوا في الفرن جميله. اللي عايز بقى يديها فحمايه كده، يولع فحمايه، يحط معلقه سمنه صغيره او معلقه زيت، ويحط الفحمايه جوه فويلايه ويقفل عليها، هتبقى رائعه. فكروني بيها بس يا شباب اذا تكرمتوا. ماشي، اوعوا تنسوها، انا بقول لكم اهو كفته في رقبتكم. طيب انا بقى هنعمل دلوقتي وصفه جميله برضو الاطفال بتحبها. لو حضراتكم هتبقى موضوع العجينه ده هيضايقكم، يعني عبء عليكم، نقدر نتغاضى عن الخطوه بتاعه العجين دي ونستخدم الباف بيستري اللي هي عجينه الرقائق الهشه، تتباع في السوبر ماركت. في منها بتبقى مربعات فوق بعض كده، انت تعمل وحدات صغيره، وممكن تبقى بلوك كده كبير بنفرده على الرخامه ونعملها قاعده ونعملها ليها شكل عشان احنا نعمل ابل باي او فطيره التفاح. انا لخبطت المقادير يا ندى تقريبا، فانت قولي لي ايه فين ليه، الصوت بعيد تاني. ها قولوا لي سؤال ايه. مش سامعه بس قولوا. حلو. نقول احنا حطينا ليه البيكنج باودر يا فندم؟ حطيناه عشان ما تكشش. ثانيا حضرتك لما تعمل الكفته خليها يبقى فيها تخانه شويه، يعني عشان هي كل ما بترفع هي بتنزل سنه، لكن احنا بنحاول نحافظ على انها ما تكشش. فلازم يكون يا اما برغل يا اما دقيق، لازم بنضيف حاجه يا اما بيكنج باودر، دي الحاجات اللي بتخلي، يا اما بياض بيضه، في ناس بتحط في بتاعه اللحمه بياض بيضه عشان تبقى لما تقطعها ما تلاقيهاش مفروله، تلاقيها حته واحده، فلازم يبقى في ماده ربط كده معينه. تمام، فحضرتك اولا بجيب ظهر كده معلقه خشب رفيعه عشان دول تخان. انا والله بعمل دي في كفته اللحمه، بحبها تبقى عامله زي بتاعه الكبابجي بس اكبر شويه، واروح مصبعه عليها ومطلعاها لو انا مش هستخدم السيخ، فلازم التخانه تبقى كويسه. حلو الكلام، قولوا لي تاني حبايبي. انت هتقولي لي المقادير اللي انا اتلخبطت. طيب انا دلوقتي هاخد كده بوله، بسم الله، مقادير على الشاشه ننزلها. عندي 6 أو 4 تفاحات على حسب حجم الفطيره. ادي بضايه، ايوه، وبعدين هنحط الزبده دي متعايره يا ندى، عايزه اشوفها قد ايه. معلش احنا الزبده دي اللي عندنا 3 معالق، لا هناخد 3 معالق اهم قدام حضراتكم، معلقه 2 3 اهو. حلو الكلام، كلام جميل، ايوه. يلا هجيب بس كسرول عشان نعمله، فكروني بالكفته، بسم الله. هاخد كده نعمل صوص الكراميل الاول، الصوص ده جميل قوي، هتاكله فطير التفاح من نوع مختلف. يلا بينا نبدا. اول حاجه للصوص، انا عندي العجينه لوحدها، عندي للصوص ده الزبده ودقيق. هاخد الاول، طب خليني بس اخد الزبده دي الاول هنا، معلش كده هسيحها، وهاخد معاها الدقيق على طول بسرعه. هنقلبهم مع بعض بالويسك كده كده، وبعدين بصوا الخليط ده، سكر بقى القمر ده، احنا عندنا قد ايه هنا سكر؟ عندي ربع كوبايه سكر، كوبايه. اللي عايز يحط نص ماشي، اللي عايز يحط سكر بني نص ماشي، بس بص الصوص ده رائع كده.
شايفين ازاي؟ معاكي بس الصوت بعيد يا روح قلبي. هنحط الميه. بصوا بصوا شايفين ده؟ تعالوا بقى نقطع سوا التفاح. الصوص ده بقى رائع، هنغلب بيه العجينه. فكروني بليز بالكفته. شايفين ده؟ هو ده الصوص الرائع. سبايدر حلق النهارده وعامل شغل عالي، احد المصورين اللي معانا، وجاي يتنك علينا كلنا النهارده عشان حلق والشعر الابيض ده، مش عارفه اقول له ايه والله. ماشي يا سبايدر، هو وقار برضو، وقار وقار، ربنا يديك الصحه حبيبي. بصوا كده خلاص، ادي الصوص شايفينه. خلوا بالكم انا هسيبه كده، مش عايزاه يتماسك قوي. تعالوا بقى نقطع التفاح نفسه. بس قبل ما نقطع انا عايزه احط العجينه الاول تشتغل هنا في العجان. العجان ناشف، خليني اخد الاول البيضه معاها الفانيليا. بسم الله. وبعدين معاها شويه السكر، والدي هحط عليه رشه واحده بس من الملح، والقرفه دي هتتحط على خليط التفاح، مش هحطها هنا مع اللي احنا الصوص اللي احنا عملناه دلوقتي. انا هسيبه بس يتماسك حاجه بسيطه كمان. انتوا حاطيني عجينه جاهزه يا اولاد ولا انا هشتغلها على طول؟ طيب نطلع بس الكفته كده نشوف اخبارها. بسم الله. نبص هنا على الكفته دي تحت، دي تقريبا مش موجوده، حاطينها في الثلاجه ولا ايه؟ بصوا هنقلب كده اهي، ودي زي ما هي اهي، شايفين؟ نقلب كده. معلش عشان يا يلا بينا. عموما العجينه دي سهله، انا كان يهمني بس اعرف حضراتكم الصوص. وادي كميه الزبده، وتعالوا ندور الخليط ده مع بعض. بس كده ونبدا. بصوا ادي الخليط، هناخد بقى الدقيق التفاح القمر ده، وادي الكاتنج بورد. التفاح لازم اخر حاجه تتقطع كده. والله ما انا شفتها خلاص اهي. ادي العجينه القمر. الصوت بعيد قوي يا اولاد، على فكره انا بعاني معاكم، ها بعاني بجد من الصوت، جدا معاناة رهيبة. بصوا هنشيل الجزء ده وهنعمل كده على رفيع. ايه يا روح قلبي؟ حاضر، هناخد كده نقطع بس بقية الدنيا دي، لانه التفاح ده انتوا شوفوا لكم حل في الصوت ده، فاهمين قصدي؟ لازم تبقى رفيعه. انا بحبها شرايح، اللي عايز يعملها مكعبات يعملها يا ولاد. السكينه كمان مش مساعداني، مش حاميه. هحميها دلوقتي على رقبه محمد عشان محمد ما سنيش السكاكين اهو. المي العجينه دي هتبقى لينه، لكن هتحتاج معلقتين ثلاثه من الميه تقفل بيها العجينه. ميه ساقعه متلجه. هناخد كده واخد تفاحيه كمان عشان نعمل بالتفاحتين دول على قد البايركس بتاعنا زي ما حضراتكم شايفين كده. التفاح الاخضر احلى حاجه فيه ان هو، ولو عندكم بواقي تفاح واستوت ممكن برده مفيش مشكله، بس هو بيبقى طعمه حلو لانه بيستحمل التسويه في الفرن. انا هطفي ده عشان اعمل لي، طبعا هزود 3 معالق ميه متلجه على العجينه دي لحد ما تتماسك. هروح مجمعاها وحطاها في كيس زي ما حضراتكم شايفين اللي معموله قدام حضراتكم دي.
حلو الكلام؟ بسم الله كده. و هناخد بقى الخليط اللي احنا عملناه على النار ده هنضيفه على التفاح ده في بوله دلوقتي، وانا مش هضيف ليمون ولا حاجه عشان ما تسودش، هشتغل فيه على طول عشان كده انا قررت ان انا اقطعه مع حضراتكم. بسم الله كده كده كده. بسم الله اهو. تعالوا بقى ناخد كده بوله، هناخد كميه الايه التفاح ايا كانت يعني، وهنشيل دول خلاص، وهنضيف عليهم رشه القرفه والخليط القمر ده اللي اول ما هيتحط لازم يكون برد، اللي اول ما هيتحط ويدخل الفرن مع التفاح الريحه روعه، الخليط ده هيتماسك مع العجينه وهيديكوا صوص كده هتشوفوه دلوقتي ممتاز. ادي اول خطوه، شايفين الخطوه الحلوه دي؟ هناخد بقى الكراست دي نفسها، هاخد جزء كده، لازم تبقى ليها جوانب، وهاخد عندي رشه كده. لا والله استنوا بس نفرد دي دقيقه واحده يا ولاد عشان هي لازم تتحط معاها. بصوا هي بتبقى ناعمه كده لازم تتجمع. هنفرد فيها، لازم تبقى بقى بين ورقه زبده المفترض. خليني اجرب بس الاول عشان ما تلزقش مني. انا هفردها على طول فين؟ في القالب علشان ايه اسرع بالنسبه لي. بصوا بقى هسكن كده في الجناب ويبقى ليها علو، وطبعا هعملها فوق من فوق شكل، مفيش مشكله خالص، لحد ما تبقى عجينه جميله. هي هتبقى ماسكه نفسها وهتطلع زي الباف بيستري ان فيها نسبه زبده زي ما احنا اتفقنا. خلاص اهي كده، مش عايزين نعلي قوي. كده هناخد بقى الخليط بتاعنا القمر ده، بسم الله، وهننزل فطيره روعه. عايزاكم تجربوها وتقولوا لي. انا بس الوقت عندي يعني بيبقى ضيق جدا، وببقى عايزه اخد مكالمات كل حضراتكم، مش عايزه امنع مكالمات الحقيقه خالص، لان في اصدقاء ليا يعزوا عليا بحب اسمع صوت حضراتكم الحقيقي بجد. شايفين؟ خلاص؟ سامعاكم. خلاص انا بس هستسمحك اخر لقطه ان انا هاخد من العجينه اللي باقيه وهحط على الوش خطوط او خيوط. نقفل بقى العجينه دي من فوق، ودي ترجع لحضرتك. اوريكم واحد بس كده شكله عامل ازاي، وشوفوا شكلها زي ما عملنا بالظبط الباف بيستري. فاكرين لما عملنا عجينه كمان الباستا فلورا؟ هي دي. وهطلع لكم ثواني الكفته. الكفته بقت تمام اهي، ما شاء الله ما شاء الله. يلا بينا، ادي الكفته وادي الكفته. بسم الله. وانا بقى هسيب بقى العجينه دي انتوا تشكلوها على الوش زي ما انتوا عايزين. اهم حاجه الصوص اللي جوه في النص ده، هو ده اساس الباف بيستري عشان تبقوا عارفين، او اسفه اساس فطيره التفاح. بصوا بقى الماسكه نفسها ازاي. دلوقتي بقى انا بستعد عشان استقبل مع حضراتكم الفقره الطبيه، وهقدم اهي الكفته قدامكم. شايفين الدهون بتاعتها ما هياش كتيره، شايفين كل اللي نزل حاجات بسيطه رغم ان هي فيها نسبه ليه. شايفين ماسكه نفسها ازاي. يلا بينا بقى نستسمح حضراتكم في استراحه ونستقبل الفقره الطبيه. اشوفكم بعد الاستراحه.